ما يزال الطيران السعودي المعتدي يعاود الضرب على محافظة صعدة، والذي شمل مديريات منبه والشداء والبقر، فها هم جرح الاعتداءات الغاشمة، فيما ذكر من مديريات يتوافدون على المستشفيات. كنا نيام في الليل والحمد لله صار ما صار، قصفت الطائرة وإحنا نيام وانتسف البيت بأكمله، مات واحد من الأطفال، وهذا المجاريح عندكم أنا وياهم 5 نفر، وفي مجاريح في البيت يعني بس جروح خفيفة. ذلك تم استهداف شبكة محطة الكهرباء ومحولاتها، وكذلك السجن المركزي الذي جرح فيه 2 من الحراسة، كما تم استهداف اللواء الجبلي الذي جرح منه 3 أفراد. وقع العدوان الغاشم علينا، لا دخل اللواء من الأخوان الجيران من السعودية، وهذا عمل يعني عشوائي، وأحنا أبناء يمن واحد وجيران أحنا والسعودية، المفروض أنهم ينظروا يعني بعين الاعتبار لأخوانهم وجيرانهم اليمنيين. استهداف للمصالح العامة في المحافظة وللمواطنين وبيوتهم، ومحاولة لقتل وتشريد شعب بأكمله، ولكنهم لا يعلمون أن اليمن موطن العزة والكرامة، وشعب يرفض أن تسلب منه حريته وإرادته. محمد السياغي، قناة اليمن اليوم، محافظة صعدة.